السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير زملائي الأعزاء. هنحاول إن شاء الله في الفيديو ده نربط القانون بالثقافة العامة، بمعنى هل يمكن أن يكون للثقافة دور في القضايا اللي احنا بنشتغلها؟ نعم، من خلال القضية اللي هعرضها دلوقتي والحكم اللي صدر فيها هنبين لحضراتكم أن الثقافة في خدمة القانون وفي خدمة القضايا التي نمارسها. القضية كانت قضية إحراز مخدرات. النيابة قدمت الولد متهم بأنه أحرز مخدر البنجو. وقائع القضية باختصار، اتنين ضباط، وأرجو من حضراتكم ركزوا معايا لأن فيها لقطة تصويرية حركية. اتنين من الضباط كانوا واقفين في نقطة أمنية أو في كمين، وهم واقفين لقوا ولد جاي عليهم، شافوه أو بدأ يشوفوه وهو يشوفهم على بعد 10 متر. يعني هم بدأوا يلحظوا الولد قدامهم وهو جاي عليهم على بعد 10 أمتار. الولد شافهم على بعد 10 أمتار دي، خاف، راح في ايده لفافة كما جاء بالمحضر، يعني كيس صغير كده، فشافهم فراح ألقى باللفافة على الأرض واستدار، يعني لف بقى في الطريق اللي هو كان جاي ناحية دي، لا رجع تاني في الطريق اللي هو كان جاي منه، فاستدار إلى الخلف وأطلق ساقيه للريح وجري. الضباط بدأوا ينطلقوا جريا وراء هذا المتهم لغاية ما أمسكوا به. طبعا هما طبعا أول حاجة منطقية إن هما هيجروا 10 متر، المسافة اللي بينها وبينهم، طبعا هو مش واقف عند 10 متر، هو جري، فهم هيجروا تاني. طب هيجروا قد ايه؟ هنقول 10 متر، هنقول ان هم على فرض ان هم سرعتهم اسرع كثيرا من سرعة هذا المتهم. فهو اما جري 10 متر كان هو جري مثلا 7 متر، هم جريوا 7 كان جري هو 5، بعد ما جريوا 5 وهكذا. الجميل في هذه القضية انه عندما امسكوا بهذا المتهم سألهم وكيل النيابة، طيب انتوا بقى خدتوا اللفافة من على الارض دي بعد ما مسكتوا المتهم، بس كانت المسافة بينكم وانتوا ماسكين الولد المتهم ده وبين اللفافة الملقاة على الارض كم متر؟ هنا يحكم هذه المسألة قانون الحركة او قانون الديناميكا، هو اللي بيحسب حساب السرعة والزمن والمسافة. وبالتالي لو حسبناها على فرض أن سرعة الضابط ضعف سرعة المتهم، فلا يمكن أن تكون المسافة ما بين الضابط أو الاثنين ضباط دول لحظة إمساك المتهم، المسافة بينهم وبين اللفافة أقل من 10 متر. أقل ده يعني إذا قلنا إن هم سرعتهم ضعف الولد. وبالتالي لو قالوا غير كده يبقى القضية تبوظ أو تاخد براءة. وفعلاً فوجئت ان واحد كاتب ان بعد ما سأل وكيل النيابة ما هي المسافة بينك وبين اللفافة الملقاة على الارض لحظة امساكك بالمتهم، قال من حوالي 2 متر إلى 3 متر. فكانت هذه هي النقطة الوحيدة التي يمكن التمسك بها باعمال قانون الديناميكا امام المحكمة. وبالفعل تمسكت امام المحكمة بقانون الديناميكا، قانون الحركة، قانون الارقام التي لا تكذب، وقلت له ان لا يمكن تكون اللفافة الملقاة على الارض بتاعة المتهم، لان الضابط قال ان هو ساعة ما مسكه كانت المسافة 2 متر إلى 3 متر، في حين ان قانون الديناميكا يقرر ان المسافة لا يمكن ان تقل بحال من الاحوال عن 10 متر اذا افترضنا ان سرعة الضابط هي ضعف سرعة المتهم. وفعلا المحكمة قضت في هذه الدعوة بالبراءة تأسيسا على فكرة الثقافة فيما يتعلق بمعنى قانون الديناميكا أو قانون الحركة. يعني نقطة باختصار بتبين قد إيه إن إحنا لابد إن إحنا عندنا المعلومة في كل حاجة، بحيث إن إحنا نقدر. وعلى فكرة أنت تقدر تحسبها بالسنتي لو حسبت المسافات، لكن أنا بنفترض إحنا يعني الأبعد الأصعب الأكبر، وهو إن الضابط سرعته ضعف الولد، بالتالي ممكن تبقى المسافة بينه وبين اللفافة أكتر كمان من 10 متر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.